على اعتاب التاريخ يستعد الاهلي لكتابه مجد جديد في افريقيا. اهلا وسهلا بحضراتكم، تحياتي لكم في بدايه حلقه جديده من السادسه على شاشه النادي الاهلي. واذا كان الاهلي راح النهارده بقرار وفرمان من مستر مارسيل كولر ويبدا رحله التحضير والاستعداد بكره ان شاء الله، بدايه من بكره يعني لمواجهه مازيبي، خلينا نذاكر مع حضراتكم النهارده. بقى مش هركز اكتر النهارده على النواحي الفنيه والتكتيكيه وتفاصيل المباراه المنتظره، لكن خليني اقول انه حقيقي بصرف النظر عن قوه اللقاء واهميته، تذكره التاهل للنهائي بالتاكيد مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي وعشاقه في كل مكان، ولكن احنا الحقيقه النهارده امام حدث تتخطى اهميته بكتير فكره بس مجرد التاهل لمباراه نهائيه. انا عارف طبعا انه التاهل للنهائي للمره الخامسه في تاريخ النادي الاهلي على التوالي ده انجاز لم يسبقه احد، يعني نتكلم على انجاز تاريخي الحقيقه، وعشان كده يمكن ده سر من اسرار اهميه المباراه دي. انت بتتكلم على ان شاء الله باذن الله حال نجاح الاهلي في تجاوز ماتش يوم الجمعه اللي جاي، ده معناه انه نهائي خامس على التوالي في تاريخ مواجهات الاهلي الافريقيه وهو ما لم يحدث مسبقا. لكن الاهم من ده، ولما بحاول دايما ادردش مع حضراتكم في اللي بين السطور، هو الجيل ده من اللاعبين. لما باجي ابص على الحاله اللي انا عشت يمكن كل مراحلها، عشت مع الجيل ده من بدايه فتره تالقه وتوهجه، نجاحه في تحطيم ارقام قياسيه، فوزه في ظل ظروف صعبه جدا ومنافسه قويه جدا، مش بس على المستوى المحلي والقاري لكن كمان على المستوى العالمي. الجيل ده يتميز عن كل اجيال النادي الاهلي بانه نجح في تحقيق اكثر مرات او اكثر عدد من مرات الفوز في مباريات كاس العالم، وهو الجيل الوحيد اللي نجح في الحصول على ميداليتين برونزيتين، وعلى وشك مشاركه كمان ان شاء الله باذن الله في نهايه السنه دي في الولايات المتحده الامريكيه في بطوله او في نسخه جديده من بطوله كاس العالم. لكن تعالوا نبص، بما ان احنا مش هنتكلم عن النهائي، النهائي لكل مقام مقال زي ما بيقولوا، ولسه احنا لم نصل للمباراه النهائيه، ومع كامل احترامي وتقديري طبعا وانا زيكم متفائل لاقصى درجه وشايف باذن الله انه الاهلي قادر على حسم بطاقه التاهل، لكن انا حاسس ان في ثقه زايده شويتين. يعني المباريات دي بتلعب على ادق التفاصيل، ولو كانت الحسبه بعامل الارض والجمهور، او كانت حسبه بفوارق القوه، او كانت الحسبه مبنيه على الخبره، كنت اقول لحضرتك انه تذكره المباراه النهائيه في جيبك من دلوقتي، لكن المباريات دي من الصعوبه بمحل انك انت تتكلم على ضمان نتيجه فيها. واقدر اقول لك رغم انه الاهلي نجح في انه يعود من كونغو بتعادل مرضي جدا ويسهل بشكل كبير جدا ويرفع من حظوظ النادي الاهلي، لكن خليني اقول لك بمنتهى الصراحه في المباراه دي كل شيء وارد. لو راهن عليه بجد حاجتين ما لهمش تالت، او خليني اقول ثلاث حاجات ما لهمش رابع. نمره واحد جمهور النادي الاهلي في المدرجات، نمره اثنين قياده مارسيل كولر، ونتمنى ان شاء الله انه يكون يومه ويقدم واحده من اروع عروض النادي الاهلي تحت قيادته. نمره ثلاثه جاهزية اللعيبة، وهنا ما بتكلمش على النواحي البدنية والتكتيكية بقدر ما بتكلم على الروح. أي 11 هيلعبوا الماتش ده هيطلعوا 120 130 قول 150% من اللي عندهم، الأهلي يقدر يتجاوز مازيمبي. ولكن هرجع أقول لك مرة تانية، كرة القدم ما بتعترفش بالتاريخ وما بتعترفش بالحسابات وما بتعترفش بالمنطق. والدروس قدامنا كتير جدا. محدش كان متخيل إنه ثلاثة من أفضل فرق إنجلترا، الدوري الأقوى على مستوى العالم، ليفربول، ارسنال، سيتي، اللي بينافسوا اساسا على لقب البريمير ليج، يخرجوا من البطولات الاوروبيه بالشكل ده. ما حدش كان يتخيل انه السيتي يخرج قدام الريال، ما حدش كان يتخيل انه الارسنال يخسر قدام بايرن ميونخ، وما حدش بالتاكيد كان يتوقع انه اتلانتا يقصي ليفربول من اليوروبا ليج. فبالتالي احنا بره حسابات المنطق، ولكن زي ما قلت لحضراتكم عايز ارجع لنقطه في منتهى الاهميه، بالنظر لتاريخ الجيل ده تحديدا، اللعيبه، الفرقه اللي هتلعب يوم الجمعه اللي جاي في مواجهات الدور قبل النهائي، وكلامنا كله النهارده على الدور قبل النهائي. عايز اقول لحضرتك انه الاهلي على مدار 8 مباريات اتلعبت في نسخ سابقه ومباراه اتلعبت في النسخه الحاليه، يعني اجمالي 9 مباريات في الدور قبل النهائي لاقوى بطوله في افريقيا لم يتعرض لخساره واحده. الاهلي لعب 9 ماتشات في الدور قبل النهائي، 8 ذهابا وايابا ومباراه ايابا اللي هي امام مازيمبي اللي اتلعبت يوم السبت اللي فات. في التسع ماتشات دول الاهلي ما اتغلبش ولا مره، بالعكس كانت ليه الافضليه دايما وحقق اكبر عدد من ماتشات الفوز. وافكركم بالبدايه بالنجمه التاسعه
نسخه 2020 اللي الاهلي قابل فيها في بدايه تولي موسيماني للمسؤوليه، واللي كان بيتعرض في البدايه، يعني هو الحقيقه طول مشوار موسيماني هو بيتعرض لنقد شديد، لكن في ظل ظروف صعبه جدا وبعد رحيل فايلر تولى موسيماني المسؤوليه، وكان الاهلي داخل على موقعه الوداد المغربي. مباراه الذهاب كانت في المغرب، مباراه الاياب كانت عندنا هنا في القاهره، وتمكن الاهلي من الفوز بالمباراتين 2-0 في المغرب، ورجع كرر الفوز على الوداد هنا في القاهره 3-1. ده نسخه 2020. نسخه 2021 وتحت قياده موسيماني ايضا فاز الاهلي على الترجي 3-0 و1-0، يعني الاربع لقاءات في النسختين دول حقق الاهلي فيهم الفوز خارج الارض وداخل وعلى ارضه. نسخه 2022 الاهلي فاز على وفاق الصيف الجزائري 4-0 وتعادل معاه 2-2، لغايه دلوقتي 6 لقاءات 5 مكسب 1 تعادل. نسخه 2023 الاخيره الاهلي فاز فيها في الدور قبل النهائي على الترجي التونسي ذهابا وايابا بنتيجه 3-0 وبنتيجه 1-0 وحسم بطاقه التاهل النهائي، والجوله الاولى من مباراه الذهاب في قبل نهائي دوري الابطال امام مازيمبي الاهلي نجح في العوده من الكونغو بالتعادل السلبي. يعني 9 ماتشات خاضتهم الفرقه دي، الجيل ده، اللعيبه دي تحت قيادتين فنيتين مختلفتين، الاولى كانت لموسيماني ونجح فيها في تخطي الدور قبل النهائي بل وتحقيق اللقب مرتين متتاليتين، مره قدام الزمالك ومره قدام كايزر تشيفز، وتحت قياده ايضا مارسيل كولر نجح الاهلي في على الاقل عدم الخساره، خليني اقول في الدور قبل النهائي. وبالتالي بص بقى للارقام دي وبص النتائج دي وشوف كميه التربص والترصد لمارسيل كولر في الفتره الاخيره. كاهلاوي ممكن اكون معاك او ضدك في بعض الامور الفنيه، لكن على مستوى النتائج محدش يقدر يختلف الحقيقه انه فتره ايضا مارسيل كولر واحده من افضل فترات القياده الفنيه النادي الاهلي على مستوى الارقام ونتائج، ونتمنى ان شاء الله انه يقدر يحصل فرصه للعيبه نفسها الحقيقه اللي تقدر تخش من اوسع ابواب التاريخ تكتب تاريخ لم يسبقه لها اي جيل من اجيال النادي الاهلي، بل قول اي جيل من اي نادي على مستوى قاره افريقيا، فانك انت توصل لخامس نهائي في بطوله دوري الابطال على التوالي. كلام كتير هنقراه مع حضراتكم النهارده فيما يتعلق باللقاء، وخليني اقول لكم كمان بمناسبه الاهلي وكاس العالم، الاهلي العالمي مين يقدر، مين غير الاهلي يقدر يكون عنده 4 فرق في 4 رياضات مختلفه بيمثلوا نفس النادي، بيمثلوا نفس الدوله، بيمثلوا نفس القاره غير النادي الاهلي؟ النهارده بالمناسبه هتابعوا حصريا على شاشه النادي الاهلي الساعه 8 مساء مواجهه الاهلي وبنجي من افريقيا الوسطى في بطوله البال، طبعا البطوله اللي بتقام برعايه الان بي اي، والبطوله دي ان شاء الله باذن الله تكون مشوار الاهلي للمشاركه، والاهلي بالمناسبه وحامل اللقب يكون مشوار الاهلي ان شاء الله باذن الله ليتيح لفريقنا المشاركه في نسخه جديده من كاس العالم للباسكتبول او لكره السله. في نفس التوقيت ولكن على منصات السوشيال ميديا الخاصه بقناه النادي الاهلي على الفيسبوك وعلى على اليوتيوب هيكون متابعه عشاء الطايره، طبعا هيتابعوا عمالقه الاهلي في الطايره في مواجهه النصر الليبي ايضا الساعه 8 مساء، ولكن المباراه هتذاع ايضا على منصات السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او تويتر. نتمنى التوفيق لابطالنا والاهلي على اعتاب المشاركه ان شاء الله باذن الله في 4 رياضات مختلفه. نتكلم على الاهلي في الهاندبول، في كره القدم ضمن المشاركه في نسخه كاس العالم القادمه، ونتمنى التوفيق لعمالقه السلة وأبراج الطايرة أيضا عشان يكون للأهلي إن شاء الله نصيب في المشاركة، هتكون نسخة استثنائية، يعني يبقى عندك 4 فرق بتمثل نفس القارة في موسم واحد في 4 رياضات مختلفة. هذا هو الأهلي يا سادة. فاصل ونرجع لحضراتكم. عشان الأهلي دايما يعمل في صمت، والأهلي يمكن مدرسة الأفعال لا الأقوال، يعني الأهلي ما تلاقيش حد بيتكلم كتير، محدش بيظهر كتير، محدش بيفكر حتى يرد كتير، الاهلي دايما بيفكر في نفسه، باصص في كراسته، بيتحرك لقدام. بكره ان شاء الله توقيع عقد رعايه جديد للنادي الاهلي مع احد الرعاه الجدد، حفله هيقام الساعه 12 الظهر يمكن في احد فنادق القاهره الكبرى، هيتم الاعلان فيه عن توقيع عقد رعايه جديد للنادي الاهلي تستمر مدته لمده 3 سنوات مع شركه الاطارات العالميه طبعا بروميتيون تاير ايجيبت، اعلان لراعي جديد. نتمنى ان شاء الله ليه توفيق في شراكه مع الاسم الاكبر والاكثر نجاحا على مستوى افريقيا والوطن العربي النادي الاهلي. خليني ابدا حلقتي النهارده وارحب بضيفي اللي بيشرفني في استوديو واحد من نجوم دفاع النادي الاهلي كابتن عبد الله جلال، هو ضيفي النهارده، هتكلم معاه عن حاجات كتير واستعرض معاه واطمنكم كمان على اخبار النادي الاهلي، بس بدايه مع
نرحب بيه معانا. مساء الخير يا كابتن عبد الله. مساء النور. نور الدنيا. تنورك. اخبارك ايه قبل مباراه مازيمبي؟ شفت مباراه مازيمبي الاولانيه ازاي؟ الاول اسمع رايك فيها كده اجمالا، مش عايز اتكلم في تفاصيل كتير فيها، لكن عايز اشوف رايك في العرض اللي قدمه الاهلي، وخصوصا بعد ما كان فيه كتير من التشكيك في قدرات الاهلي على المستوى الافريقي، هجوم على مارسيل كولر، هجوم على بعض اسماء اللاعبين، بقى لانه البعض راح لانه نص الفرقه ماشيه بعد نهايه الموسم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول يعني عايزين نقول مثلا النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان في، مش هقول لك ده طبيعي في الكوره ان انت ممكن يحصل هزه كده في مباراه في مباراتين، الاداء يتهسر بس بنتيجه ان في ضغط ماتشات، ربنا يكرمهم يعني ويحطوا جدول كويس في الدوري عشان يرحم اللعيبه المصريه بالعموم. دي حاجه، ضغط الماتشات بالنسبه للنادي الاهلي احنا اتكلمنا في كتير قبل كده، والاهلي بيجني ثماره في الفتره دي، عشان كده في الوقت ده هتلاقي النادي الاهلي بيعاني من حته الاصابات وضغط الماتشات وسوء الاداء كمان، ده بيأثر في الفتره الاخيره. هل العرض بالنسبه لك كان مرضي؟ يعني سيبك من النتيجه، لان النتيجه ما فيش خلاف انها مرضيه. لا، النتيجه عامه انا كتبت على صفحتي حتى على الفيسبوك، ان قلت الناس لاحظوا ذو حدين، دايما حتى ما نفرحش بنتيجه التعادل السلبي، ليه؟ لان انا بشوفها دايما من وجهه نظر انا ان هي ميزه للفريق اللي هيجي عندي الضيف اكتر ما هي ميزه ليا. القصه كلها ان انا خلصت بس الشوط الاولاني باسوأ ما فيه من ملعب نجيل صناعي لضغط جماهير زي ما احنا شايفين، الملعب متقفل، الحاجات اللي احنا ممكن نقابلها في افريقيا النادي الاهلي برضو قابلها قبل المباراه، وحصل برضو يعني الى حد ما برضو زي ما بيقولوا كده ايه، بناوش معاك بحيث ان انا اخرجك بره تركيز المباراه. الحاجات دي كلها احنا بنشوفها والنادي الاهلي متعود عليها دايما في افريقيا، دي حاجه انت خلصت منها. ايوه، نيجي بقى لتركيزنا بقى للمباراه اللي جايه. الماتش الاخير مستر كولر كان بيلعب بتوازن واضح جدا. ليه؟ انا بجبرك ان انت تلعب بلعب انا مش بلعبك انت، يعني في وقت ما كنت بجبر ان انا اضغط على الناس. مغامرة من كولر، يعني انا الحقيقه انا شخصيا ما كنتش متوقع ده من كولر. لما تبص للاسماء اللي ابتدى بيها المباراه، على قد ما هي لقت استحسان، يعني كل الناس اللي انا كنت بتفرج معاهم قال لك ايه ده؟ مبتدي بتشكيل، عارف الكلام اللي حصل بعد ماتش الزمالك مثلا، ان هو ما ابتداش بتشكيل الشوط الثاني ليه في من اول مثلا يعني. ما ده هو ده دارج على طول. كنا متوقعين شويه انه يبقى في تحفظ من لقينا بيغامر بنص فرقه تقريبا اول مره بيلعبوا مع بعض من فتره طويله جدا، واضح على اختياراته انها ليها طابع هجومي اكتر، كنا فاكرينه لا البدايه هبقى متحفظه. انا استشفيت من اللي شفته من التشكيل عامه. أيوة. من وجهه نظر مستر كولر ان هو زي ما بقول كده اضرب على الحديد وهو سخن، ممكن تجيب نتيجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لو ما بغتش الفرقه دي مش هقول لك هاجمت بكل تقلي. أيوة. لان هو ما هاجمش بكل تقلي، الدليل على كده ان هو منزل نص الملعب بتاعك في توازن. يعني انا مش منزل نص الملعب في شكل هجومي اللي هو مثلا زي الفتره اللي فاتت كنت بنزل قفشه مع السوليه، فعندي اريحيه هجوميه كبيره او بنسبه كبيره في نص الملعب، ادوار هجوميه اكتر منها دفاعيه. بالعكس، انا الماتش ده مدي ادوار دفاعيه اكتر منها هجوميه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو بيقول انا اتفرجت على فرقه مازيمبي قبل المباراه، ودي وجهه نظري برضو، انا بحس ان هو يعني استنتجتها برضو، ان هو كل ما اجبر المربع اللي ورا بتاع مازيمبي انه يلعب كور طويله وما يستحوجش بنسبه كبيره في نص الملعب، ده هيخف الضغط عليا في نص الملعب بتاعي، وهيخف الضغط عليا برضو في قلب الدفاع بتاعي. ليه؟ لان انا عندي رامي ربيعه وعندي عبد المنعم، وخلينا نتكلم في عبد المنعم ان هو مميز في الكور الطويله وبيقدر ياخد الكور وبيعرف يغطي ورا ويكمل. بيعرف يغطي، خلينا في التغطيات الدفاعيه اكتر. أيوة. انه بيعرف يغطي ورا زمايله بشكل كويس. بس خلينا نتفق برضو انه مازيمبي ارهق دفاع النادي الاهلي. ما هو اكيد طبعا، اكيد يعني 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 تالق شوبير الحقيقه في المباراه دي برضو كان عامل مهم جدا في خروج الاهلي من لازم الاهلي. هيحصل زي ما انت قدرت توصل، زي هو ما قدر يوصل، هو قدر يوصل ويبقى عندك فرص مؤكده، هو كمان قدر يوصل ويبقى عنده فرص مؤكده. ما هو اي حاجه، اي طريقه انا ممكن العب بيها او اي اسلوب ممكن العب بيه لازم هيبقى ليه ثغرات او ليه سلبيات. سلبياته
ان انا دايما الكور الطويله اللي هتتلعب في ظهر المدافعين بتاعتي، وخاصة مش هقول بقى عمق الملعب، لا هو ممكن يبقى ليه رتم معين، هو بيوزع الكور الطويلة على الجنبين. ليه؟ لأن أكيد اتفرج على فرقة النادي الأهلي، فعنده أكتر مكانين ممكن بيهاجموا فيه، هو الباكين بتوعي علي معلول ومحمد هاني أو أيا كان بيلعب في المكانين دول على طول باستمرار في حالة هجوم، فإذن المساحات اللي وراهم على طول دايما فاضية، أقدر ألعب فيها كور طويله. وده الكورتين غالبا الكورتين اللي جم في اللي صدهم مصطفى شوبير من خلال واحده، وغالبا الاثنين من ورا محمد هاني. يعني فيهم واحده اتلعبت في ظهر محمد هاني اتردت بالعرض والراجل حطها، مصطفى شوبير طلعها. دول الكور المميزه، وغالبا هو كان بيعتمد عليها. واغلب اللعب كنت على طول هتلاقي وسام بيضغط وعبد القادر بيضغط معاه الناحيه الثانيه، رضا سليم، فكانوا لما الثلاثه بيضغطوا دايما تلاقي كور طويله ما تلاقيهاش في العمق، هتلاقي دايما على الاطراف. اول ما بتدي له بس مساحه في نص الملعب، واحد من ثلاثي نص الملعب بيكسل بس سنه، نتيجه طبعا ارضيه الملعب مش اللي هي، الاجواء، ردود فعل الملعب نفسه. لعبت في قبل كده؟ لا ما لعبتش. فالطبيعي ان انا في اجواء مشابهه، لا لعبت في اجواء مشابهه زي كده، يعني في اغلب ملاعب، يعني مش هقول لك اغلب ملاعب افريقيا زي كده، بس الضغط بتاع افريقيا كله مشابه لبعضه. فلما بيتاخر حد من الثلاثي بتاع نص الملعب ده، دايما كنت بتظهر بتلاقي حد من اللي هم بتوع نص الملعب بيظهر بيستلم الكوره، ومع ذلك ما بيلحقش ياخد وقته ان هو يستلم ويعمل استحواذ اللي هو كان فرقه مازيمبي كان بتعتمد عليه بشكل كبير. صحيح. في الماتشات اللي احنا كنا بنشوفها المازيمبي. طيب انت اغلب، لا مش اغلب، انت كل لقاءاتك يمكن كان معايا احصائيه كده خاصه بمواجهات اللعيبه دي، يعني انا حابب جدا اتكلم على تجربه الجيل ده يا كابتن عبد الله. كل لقاءاتك في الادوار قبل النهائيه في الاربع نسخ اللي انت وصلت فيهم للنهائي، ثلاثه فزت بيهم وواحد وصيف، لعبتها مع فرق شمال افريقيا. يعني نسخه النهائي اللي كسبت الزمالك في نهائي القرن 2020، لعبت في قبل النهائي الوداد كسبته ذهابا وعودا. الترجي 21 نسخه اللي بعدها اللي قابلت فيها كايزر تشيفز قابلت الترجي وكسبته ذهابا وعودا. تمام. النسخه اللي بعدها 2022 اللي هي كانت النهائي العجيب ده الغريب اللي كانت اتلعب من جوله واحده في المغرب، كسبت في دور قبل النهائي وفاق الصيف من الجزائر 4-0 وتعادلت معاه 2-2، والنسخه الاخيره كسبت الترجي ذهابا وعوده مره 3-0 ومره 1-0. اول مره تواجه فرقه من وسط افريقيا في الدور قبل النهائي، ونجحت برضو انك انت تكمل سلسله اللا هزيمه في الدور ده، تحديدا 9 ماتشات لعبهم الاهلي في الدور قبل النهائي لم يتلقى. دي بالتاكيد رصيد خبره كبيره جدا عند اللعيبه، صحيح فتره مع موسيماني، صحيح فتره مع مارسيل كولر، لكن اللعيبه خدت الخبرات دي وتعودت على منافسات الادوار الاقصائيه بشكل كبير جدا، بل ونجحت على مستوى النتائج كمان في انها تحقق ريكورد اعتقد يعني ما اتحققش قبل كده. ده يفيد او تشتغل عليه ازاي وتستفيد بيه ازاي في مباراه الجمعه اللي جايه؟ اولا على حد معلوماتي ان مستر كولر دايما في الماتشات اللي هي النوكاوت فيها حساسيه شويه، او فيها مثلا بيحس ان اللعيبه بدات مثلا تركيزها يقل شويه، فبيبدا يجيب لهم حاجات تعمل حاله تحفيزيه عندهم. اعتقد ان مستر كولر ممكن يعني يستفاد من الموضوع ده، ويبقى عنده حته ان هو يذكر اللعيبه بالنتائج الكويسه دي للنادي الاهلي، وهم اللعيبه نفسهم اللي حققوها عاشت التجارب دي. بالظبط. فهو الطبيعي ان هو اكيد بيكلمهم من خلال النتائج اللي هم عملوها دي، اكيد هو بيتواصل معاهم في القصه دي، واكيد هم بينشط الذاكره بتاعتهم في ان ازاي يستفادوا من خلال الخبرات اللي هم جمعوها في الادوار الاقصائيه، وخاصه قبل النهائي ازاي يستفادوا ان هم في الماتشات دي ما يقدروش، يعني ما يبقاش عندهم حاله كسل، ما يبقاش عندهم حاله اللي هو انا ضامن المكسب ففكر في الماتش في النهائي. وده الصيغه اللي دارجه الفتره اللي فات من بعد الماتش على طول، ان الناس بتحسب احنا هنلعب مين، الترجي ولا سان داونز الاول. لا اعتقد المستر كولر دماغه دايما هو على طول في كل تصريحاته بيقول كده، بيوصل للعيبه، بياخد الماتش بماتشه،
الخبرات دي كلها بتيجي لإيه بقى؟ إن المدرب دايما على طول صاحي ومركز في حتة إزاي أستفاد من النتائج اللي قبل كده. هو دايما بيعرض عليهم، وده من حد معلوماتي، إن هو دايما بيعرض عليهم القديم أو بيعرض عليهم الحالة المستحدثة من خلال الكلام اللي داير في المنظومة من خلال المباراة اللي هيلعبها. تقييمك سريعا لفرقة مازيمبي، يعني فرقة تعملها حساب، شايفها ممكن تتعب الأهلي؟ هي أكيد طبعا جاي عندها حوافز ودوافع زيها زي الأهلي. بص، هو بعيد عن الماتش، بعيد عن الماتش، تقييمك ليها ككورة؟ ما أنا بقولك بعيد عن الماتش اللي فات، يعني بعيد عن الماتش على ملعبه. تمام. أنا اتفرجت عليه في الماتش العودة بتاع بيترو أتلتيكو. السيستم بتاعه ان هو بيقفل كويس قوي، بيقفل مساحات كويس قوي، وبيلعب على المرتده، والمرتده بتاعته برضو بيعتمد على خطا المدافعين، مش مثلا هقول لك مثلا مرتده منظمه، لا، هو بيعتمد على الخطا بتاع المدافع نفسه، يعني بيلعب الكوره هو ونصيبه بقى، المدافع وقع، الحارس غلط، هو بيستنى النقطه دي. دي حاجة، لكن الحاجة اللي أنا ممكن أقدر أقول لك وهو هيعملها، وأكيد دي ما أكيد بنسبة كبيرة هيعملها الماتش اللي جاي، يعني يفاجئ النادي الأهلي إن هو أول 10 دقايق هيضغط بحيث إن هو يبرجل خطوط النادي الأهلي ويبين للنادي الأهلي إن هو جاي عشان أكسب الأهلي في القاهرة، وبعد 10 دقايق بالظبط هتلاقي فرقة مازيمبي متراجعة للخلف. طيب أنا هكلمك في سيناريو اللقاء من وجهتين نظر، من وجهة نظر الأهلي ومن وجهة نظر مازيمبي، إزاي كل واحد فيهم بيفكر يحقق أهدافه في المباراة. هنتكلم كمان على الأخبار اللي تخص لعيبة النادي الأهلي، سواء المصابين أو اللي ممكن يكونوا هيرجعوا من إصابة، مواقفهم إيه من المشاركة. لكن تسمح لي هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مع كابتن عبد الله جلال. هو الحقيقه يعني استكمالا لكلامي مع كابتن عبد الله في الفاصل، هي فرصه كمان عظيمه جدا للرد على كل الناس اللي شككت، وكل الناس اللي انتقدت، وكل الناس اللي هددت بالاسماء نجوم ولاعيبه النادي الاهلي. فرصه عظيمه جدا الحقيقه للرد في الملعب، زي ما عودنا نجوم النادي الاهلي دايما ان هم يردوا في الملعب، واعتقد انها فرصه للعوده من جديد. اعتقد انه ماتش مازيمبي الجولة اللي فاتت دي، يعني في كتير من لعيبة النادي الأهلي ردت على كل اللي شككوا فيهم، أولهم عبد القادر مثلا اتقال عليه كلام كتير قوي في الفترة الأخيرة، بل إنه في ناس طلعت وأكدت إنه عبد القادر أول الراحلين عن النادي الأهلي، وإن علاقته بمارسيل كولر وصلت يعني للمحطة الأخيرة زي ما هم قالوا. يعني هو بص، الماتش بتاع الزمالك ده بالذات ادى الفرصه، زي ما كنا بنتكلم في الفصل كده، ادى الفرصه زي ما بيقولوا كده لايه، الناس اللي بتخبي السم في العسل، ان هي تنشر السم بتاعها في وسط الجماهير. طبعا الجماهير كانت زعلانه وغضبانه من النتيجه، ثانيا الاداء ما كانش في احسن صوره اللي احنا متعودين على النادي الاهلي منه، ومتعودين على المستر كولر عليه مع النادي الاهلي. ولكن وارد ان مباراه تبقى في وسط 500 مباراه، مش في حالتي انا كمدير فني، مش في حالتي انا كلاعب، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللعيبه نفسها، في بعض اللعيبه اللي طلع عليها كلام، منها عبد القادر، ان الفتره اللي فاتت علاقتهم مش كويسه. دايما يا جماعه لما تيجي تتكلم على المدير الفني، المدير الفني بيقدم دايما المصلحه العامه بتاعت الفرقه، مش هقول لك بقى على مصلحته الشخصيه، على مصلحه اي حد ممكن يدور على اي مصلحه جوه الفرقه. فعشان كده، عشان تقول ان مستر كولر لا علاقته مش كويسه بعبد القادر، مش بس عبد القادر، انا بدي مثال بس، قايمه طويله من العارف انها قايمه كبيره. انا اخترت عبد القادر لانه كان واحد من اكثر الناس اللي تالقت، وانا بتكلم على عبد القادر لان ده هو اكثر واحد الفترة الأخيرة الناس اتكلمت عليه، إن احنا نصحى الصبح يقول لك عبد القادر، تخلص بالليل كده قبل ما تنام تلاقي عبد القادر. ليه؟ هو ماشي يا جماعة، طول عمر النادي الأهلي ما بيقفش على حد، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الراجل طلع كذا مرة قال اللي بيجتهد في تمرينه وبيأدي اللي أنا عايزه في الماتشات بنسبة تتخطى 80%، أنا ليه هخرجه بره الملعب؟ أيوة. هيفضل عنده استمراريه، ما عنديش حاجه اسمها اساس. ويحسب لعبد القادر انه لما جت الفرصه، ده دليل على ان عبد القادر كان الفتره الاخيره، بعيد عن بقى الكلام اللي اتقال كله، ان هو كان بيتمرن كويس ومركز كويس بس مستني الفرصه، لان اللي كانوا في مكانه
ماشيين كويس، حتى لو هم في نظر، لان هي في الاول وفي الاخر وجهات نظر. انت وجهه نظر مثلا ان مثلا تاو ما بيأديش كويس، طب ما بتلعبش ليه عبد القادر؟ ما هو الراجل عنده استمراريه اللعب. انا عشان كمدير فني اغير لعيب بلعيب لازم يبقى عندي معايير، المعايير دي عند المدير الفني مش عندي انا كجمهور. انت كجمهور دورك ان انت تشجع مين لعب في المركز ده، تاو، عبد القادر، حسين، ايا كان، طاهر. دوري ان انا كجمهور اشجع. دور بقى العكس بقى ان انا انتقد ليه ما لعبش وده ما لعبش والكلام ده كله، يا سيدي حقك، بس برضو في اطار الايه، الانتقاد اللي ما يخرجش زي ما بيقولوا كده الايه، للحاجه الثانيه اللي هتخلي الناس تسخن بقى على المدير الفني وعلى اللعيبه، ونخش في جدال نهد بيه الايه. الاهلي بيسخن بسرعه؟ لا ما بيسخنش بسرعه. لا ما بيسخنش بسرعه الصراحه. انا بقول لك، انا بتابع الناس على الفيس، الناس حتى خلينا نتكلم في ماتش الزمالك 24 ساعه بالظبط وكاني الصفحه اتقفلت، يلا نشجع فريقنا الماتش اللي بعده. كله كان بيدعم الفريق بما فيهم المدير الفني، اللي كانت الناس مش عايز اسمي اسامي برضو، عشان برضو ما بحبش اسمي الاسامي، كان في ناس برضو زي ما بيقولوا كده تخبي السم في العسل الفتره الاخيره، وخاصه بعد ماتش الزمالك بتسخن الجماهير على المدير الفني وبتسخن. قول رايك عادي، ما كلنا كنا بننتقد، كلنا بنقعد في كنا بنقعد على في المدرج، وكنا بنقعد على الدكه، وكنا بنقعد جوه اوضه اللبس، وكان بيجي مدير فني يقعد يتكلم معانا ونتكلم، وكل واحد بيطلع وجهه نظره. دلوقتي احنا دورنا كمشجعين ان انت انتقد بس في صالح الفريق. شايف دور الجمهور ازاي في الايام اللي جايه وفي يوم المباراه؟ دوره كبير طبعا. انا دايما بقول الجمهور نمره واحد، مش هقول لك بقى نمره 12. لا انا بقول الماتشات ده جمهور النادي الاهلي هو نجم الشباك. لا انا على طول دايما عندي مبدا ثابت، ما الناس كلها عارفاني، بقول الجمهور نمره واحد. ليه؟ انا لسه بنتكلم دلوقتي بقول لك الجمهور طول ما كلامك كله تشجيع وايجابي، اللاعب بينحت في الصخر وبيطلع كل مجهوده، مش هقول لك 100% 200% جوه المباراه. لكن لما بلاقي انتقاد من هنا وانتقاد من هنا، ومش عاجبك اللعبه دي، وده يزوم عليا، ومش عارف الكلام ده كله، ده بيأثر وبياخد من تركيزي جوه الملعب، وبياخد من مجهودي، بالعكس بيصدر لي حاله سلبيه جوه المباراه. لو دخل فيها 100 جون مش هتحرك. خلينا نتكلم بقى ان الماتشات، كل الماتشات اللي استاد اتقفل فيها او نسبه كبيره الملعب كان فيها نسبه كبيره من الجمهور، النادي الاهلي كان بيعمل احلى اداء، بيعمل احلى نتيجه. الدليل على كده ان الماتشات، خلينا ندي مثال ماتش الهلال اللي احنا كنا محتاجينه السنه اللي فاتت، الملعب كان متقفل، كنت واخد احلى اداء من فريق النادي الاهلي، واخد احلى تشكيل من مستر كولر، واخد احلى زي ما بيقولوا كده احلى تغييرات. هقولها لك بكل المسميات. عشان كده دايما دور الجمهور هو نمره واحد من اول ماتش الوداد برضو، مش بس ماتش الوداد في الفاينل برضو واحد من اقوى عروض النادي الاهلي اللي قدمها برضو. انا مش عايز انسى، بس انا بتكلم في العلامات اللي هل زي ما بيقولوا كده العلامات البارزه اللي هو النادي الاهلي احتاج فيها لجمهوره، لقى جمهوره فيه، وفعلا كان تشجيع. مش هقول لك بقى رايح بقى اتفرج بس وقاعد بتفرج بس، لا رايح اتفرج واشجع فرقتي. كولر قبل ماتش الجمعه عنده حسابات معقده ولا الامور ما فيهاش مشاكل؟ خلينا اخد معاك الاخبار كده ونقرا اللي ابن السطور. طبعا يعني زي ما قلت لكم في حلقه امبارح، كل الاسماء المستبعده بسبب اصابه واللي قربت ان شاء الله، يعني اغلبهم الحمد لله كلهم قريبين جدا من العوده بعد مباراه مازيمبي، غالبا مش داخلين في الحسابات. اللي يمكن الناس عايز تطمن عليه كوكا واكر. كوكا كان واكرم توفيق تعرضوا لاصابه كده خفيفه، هيخضعوا بكره لكشف طبي، فبكره الاهلي طبعا هيبدا الاستعداد ويرجع للتمرين مره ثانيه، فهيخضعوا لكشف طبي يتحدد على اساسه، بس حالتهم خلينا نطمن الجمهور، حالتهم ان شاء الله مطمئنه وباذن الله يكونوا جاهزين. خط الدفاع يمكن اصبح من الثوابت، يعني انا اعتقد انه ما فيش خلاف على انه هاني وربيعه ومنعم ومعلول يبداوا اللقاء، لكن يمكن خط النص، خط الهجوم اللي ممكن شويه تبقى الدنيا مش واضحه، هل بتشوفها حسابات معقده، حسابات صعبه بالنسبه لمارسيل كولر، ولا الدنيا يعني مرتاحه وهاديه زي ما بيقولوا؟ خلينا نتكلم كده كلام دبلوماسي شويه، نقول ان كل ما كانت الخيارات عند المدير الفني متعدده وكتيره، مش هقول لك بتعمل له صداع، لا ده بتديني اريحيه ان انا اختار العناصر المناسبه للمباراه. كل مباراه ليها ناسها زي ما بيقولوا كده،
مش لازم عشان التشكيل ثابت ما ينفعش ابدا بحسين ولاعب رضا، لا اريح تاو واقعد بتاع، لا هي كلها حسابات. حسابات راجع لايه؟ لمراجعه ومذاكره مستر كولر لفرقه مازيمبي، لفرقه مازيمبي من خلال الماتش الاخير، وحساباته هيراجع ماتشاتهم كل في النوك اوتس كلها، وحساباته يعني كمان للماتش اللي جاي ممكن يتوقع هيعملوا ايه، وبناء عليه تقسيمه المباراه عنده ايه. هل انا هسيب الاستحواذ اول 10 دقائق؟ طب هل انا لو الكره مش معايا اول 10 دقائق هبدا اضغط من فوق؟ طب مين اللي ينفذ لي الطريقه بتاعتي دي او الاسلوب بتاعي ده؟ عندي الخيارات متعدده، عندي مثلا رضا سليم جاهز، عندي تو رجع اهو الحمد لله وطمنا عليه جاهز، طب دول بيضغطوا ضغط عالي، طب عبد القادر برضو دخل في الصوره بشكل كويس جدا، بيقدم ما هو 90 دقيقه الى حد ما 80 دقيقه كاملين، البدني بتاعه يسعفه ان هو يقدر يضغط ضغط عالي، كل دي خيارات متعدده عند مستر كولر. ما اعتقدش ان هو يعني مش عايزين نخش في قصه طب هو ما بداش ليه بفلان وبدا بفلان ليه، لان احنا كلنا بنقول بقول ده جاهز. بس الخيارات عند مستر كولر بقى غير، احنا خط النص صداع يعني في ظل الاصابات دي انا بقول صداع شويه، صداع شويه ليه؟ لان انت كل ما تجيب حد وتبدا تركبه ويبدا يركب وحط رجله في الملعب تبدا تحصل ايه اصابه عنده، وفي نفس الوقت انت عندك برضو حته الاستمراريه زي مروان عطيه، احنا قلنا زي مروان عطيه كان في بدايه الموسم ما كانش ماشي كويس، قعد فتره وبعد كده رجع لعب فركب، دلوقتي عندك اصابه اللي لعب في مكانه، انت اغلب الاصابات عندك في خط النص نص الملعب. بس انا بتكلم في المركز اللي هو اللي انت تقدر تعتمد عليه، يعني بعد ما تطمن على كوكا واكرم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني احتمال جاهزيتهم وان هم يكونوا جاهزين للمشاركه ان شاء الله يكون كبير. تتكلم على لغايه دلوقتي اكرم كوكا موقفهم لسه مش اكيد بنسبه 100%، ومعاهم امام عاشور ومعاهم مروان عطيه ومعاهم اليو ديانج. بتكلم انا عامه في خاصه في مركز سته، ليه؟ لان مركز سته هو قلب الفرقه، قلب اللي هو زي ما بيقولوا كده حلقه الوصل، هو اللي بيوصل بين الدفاع وبين نص الملعب او الشق الايه الهجومي، دي حاجه. الحاجه الثانيه نمره سته دايما او مركز سته دايما على طول ده اللي عليه العين في ان هو بيقدر يلم لك كل حاجه ويخف الضغط من عليك. انت لعبت سته فتره من الفترات، لعبت في وقت مع مستر مانويل جوزيه في بطوله افريقيا برضه، في دوري ابطال افريقيا برضه. كان ايه اللي بيطلبه منك جوزيه في الحته دي؟ يعني كان اللي بيطلبه اغلبه. وايه اللي شافه فيك عشان يجيبك من مدافع صريح لنص ملعب؟ لا هو مش قصه يعني هو كان دايما اغلب بيبقى الفرق اللي احنا بنلعبها دايما بيبقى عندها حد مميز في مركز 10. فما بيخرجش بره كتير، بيلعب في الحته دي مثلا ايه، يا اما مميز بتسديد يا اما مميز بالسروهات بتاعته ان هو بيعرف يلف كويس، فكان دايما بيحب يحطني في الحته دي اللي هو مش هقول لك بقى يلعب مان تو مان على طول، بس هو يقول لك دايما لما تبقى الكوره في الثلث الاخير بتاعك انت مان، راح يمين راح شمال انت مان معاه، لان هو اللعب كله في الجزء الاخير ده. غير كده طالما راح في بوزيشن غير البوزيشن بتاعك، لعيب من وجهه نظرك لاعب مان، اللعيب اللي بيقول عليه غلس، اللعيب اللي يوقف اي لعيب في الملعب، مين افضل حد جه شفته اتفرجت عليه لعبت جنبه وجي بعدك يعني حته المان دي؟ لا حته مان صريح دي ما فيش غير الكابتن وائل جمعه اللي شفته الصراحه، يعني يجي من بعده شويه احمد السيد يعني دول بالبلد كده بالكوره كده ارخم اثنين مدافعين شفتهم بيلعبوا. ارخم دي مش حاجه وحشه طبعا. انا اسف يعني في اللفظ بس بلغه الكوره هي بتتقال كده يعني. لا رخمين في حته ان هو يلعب من على الراجل بتاعه ما يخلوش حتى مش هقول لك بقى يلمس الكوره، ما يلعبش الكوره مرتاح. العرضيات كانت صداع في راس الجهاز الفني اعتقد في مع نادي الاهلي في الفتره الاخيره اجمالا، ودي بيتحمل مسؤوليتها بشكل كبير جدا خط الدفاع الطرفين والقلب وقلب الدفاع. شايف مش عايز اقول نصيحه، لكن شايف انه من وجهه نظرك ازاي ودي واحده من نقاط القوه بالمناسبه في فرقه، يعني واحنا بنحلل اداء الفرقه قبل الماتش اللي فات اغلب النتائج اللي حققها في الفتره الاخيره مرتبطه بالكرات العرضيه، وبالذات كمان ان هو بيلعبوا كرات طوليه من نص الملعب، يعني مش بيستنى يوصل للبوكس عشان يلعب كره بالعرض. ازاي شايف انه الاهلي يقفل الحته دي او يمنع الخطوره في اول حاجه في انا بقولها دايما، بقول دايما للاطراف ما تديش مساحه
ولو حتى متر للمهاجم اللي هيتلعب عليه او الهاف اللي هيلعب عليه او الوينج اللي بتلعب عليه، ان هو تديله متر مساحه ان هو ياخد الحريه ان هو يعمل كره عرضيه او حتى يعدي منك او يحرك الكره عشان ويعديها. دي نمره واحد يعني. دي دايما نصيحه بنقولها دايما للباكين الاطراف، ويجي معاهم الوينجات بتاعتي لو بتنزل تدافع او حد من نص الملعب لو بيميل شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم عندي كسرد باكين بقى لازم يبقى عندي نمره واحد الكلام بين الاثنين. يعني لو انا الباك السرد باك العكسي دايما هو اللي شايف الكوره هو اللي بيتكلم بيكلم زميله اللي ايه اللي جنبه. طب والعكس لو هي العكس يبقى السرد باك ناحيه اليمين مثلا يكلم الايه الشمال، امسك كويس ناحيه اليمين، خليك اقف قرب منه شويه، خليه في صدرك. كلام هو اصل التواصل في اللعب نفسه قبل اي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الوضع نفسه او التمركز بتاعي لازم يبقى صح، لازم يبقى قدامي الراجل المهاجم بتاعي عين على الكوره وعين على المهاجم بتاعي، بحيث ان انا احطه قدام صدري على طول كده، بحيث ان انا اقدر لو هو اتحرك معايا لقدام هقدر اروح معاه، لو هو نزل لتحت هروح معاه، لو هو اتحرك من ورايا عندي زميل هيقدر يغطيني، وفي نفس الوقت عندي المساحه ان انا اخد خطوتين لورا واطلع منه الكوره. دي كلها في الاول وفي الاخر دي اسمها اساسيات ازاي تعمل مدافع او تصنع مدافع. يعني الطبيعي ان انا اللي انا بتكلم فيه كل ده رامي ربيعه وعبد المنعم كل ده شغالينه في الناشئين، مش لازم مش هتكلم عليه واحنا لسه ايه كبار. بس بيحصل اغلب اهداف استقبلتها شباك النادي الاهلي الفتره الاخيره كرات عرضيه، اغلب الفرص المحققه الفتره الاخيره كرات عرضيه. وانا مش عايز بس اقول طبعا انا عارف انه خط الهجوم هو بدايه خط الدفاع او بدايه طريقه الدفاع واسلوب الدفاع للفريق، وعارف انه الاجنحه وده الحقيقه كان بيعمله فتره فترات الشحات وبيرسي تاو بشكل كبير جدا. بيرسي تاو في مساند ثاني، طاهر لما بيلعب في مساند ثاني، بس هرد في نقطه واحده اني لو انت بتتكلم في ان اغلب الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي في الفتره الاخيره كرات عرضيه، هتلاقيها في الوقت المتاخر اللي هو درجه التركيز او الذهن بتاع اللعيبه يبقى نزلت في ادنى مستوى. طب الجبهات، مش هسالك مراكز هسالك جبهات، الجبهه الافضل من وجهه نظرك في مواجهه مازيمبي، هاني بيرسيتاو؟ بيرسيتاو الحمد لله طمنا عليه انه جاهز، هاني بيرسيتاو ولا هاني رضا سليم؟ علي معلول رضا سليم ولا علي معلول احمد عبد القادر؟ بس انا بشوفها يعني كده محمد هاني وبيرسيتاو، لان محمد هاني وبيرسيتاو عندهم كيمياء كده مع بعض بيعرفوا يشتغلوا. تبدا الناحيه الثانيه قدام معلول الناحيه الثانيه علي معلول ورضا سليم، تخلي الشحات تخلي عبد القادر على الدكه. يعني ورق. بشوف ان عبد القادر لما بينزل بيبقى افضل منه بيبدا. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. بكره ان شاء الله يرجع الاهلي مره ثانيه للتدريبات، ومن بكره هتبان الصوره بشكل اوضح بنسبه كبيره، ونتمنى ان شاء الله انه على الاقل كوكا واكرم نطمن عليهم ويكونوا جاهزين، لان هم من الاوراق المهمه جدا لصداع خط النص في النادي الاهلي. بشكرك كابتن عبد الله، نورتنا وشرفتنا نور، وان شاء الله لما نتقابل المره الجايه يعني على الاقل نكون بنتكلم على التحضير للمباراه النهائيه ان شاء الله بعد تجاوز عقبه مازيمبي، اللي ما زلت باكد على حضراتكم انها مواجهه صعبه جدا لجمهور النادي الاهلي، هيكون دور لا يقل من حيث الحجم والتاثير عن الدور المطلوب من مارسيل كولر وللاعبين. بفكركم مره ثانيه الساعه 8 هتكونوا على موعد مع لقاء الاهلي وبنجي في بطوله البال الافريقي، البطوله المؤهله لكاس العالم للانديه، وعلى منصات السوشيال ميديا الخاصه بقناه النادي الاهلي في نفس التوقيت الساعه 8 مساء هتكون مواجهه فريق او عمالقه طايره في النادي الاهلي في بطوله افريقيا مع النصر الليبي. اتمنى لكم ان شاء الله اتمنى الاهلي التوفيق طبعا والنجاح في الماتشين النهارده، واتمنى لكم المتابعه والمشاهده الممتعه. بشكركم على المتابعه وتحياتي ليكم.